أما حكم التعدد فقد رأى بعض العلماء أن الأفضل أن يعدد الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد، والله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أنه قدم التعدد قبل الاقتصار على واحدة. ولكن من يرى أن الأفضل هو عدم التعدد وأن يقتصر على واحدة يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعدد من أجل قضاء الوطر والشهوة، لا، وإنما لمصالح متعددة، وإلا لو كان المقصود النكاح فقط أو الشهوة فقط لا تزوج صلى الله عليه وآله وسلم بأبكار، ولم تكن زوجاته كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها. وأما الآية فالمقصود منها كما قالوا، المقصود منها أن الرجل إذا كانت عنده اليتيمة كابنة عمه فيظلمها ولا يعطيها حقها ويتزوجها ولا يزوجها بغيره، فإن الله عز وجل أمره أن يعدل عن الزواج بهذه اليتيمة إلى النساء الأخريات، فله أن يأخذ من غير هذه اليتيمات 2، 3، 4. وبعض العلماء يقول الاقتصار على الواحدة أفضل، لأن العدل قد يصعب عليه وهو أسلم لدينه. ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال: الأسلم هو الاقتصار على واحدة، لكن إذا كان الإنسان لا تكفيه واحدة فإنه يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، كما أشار إلى ذلك في الشرح الممتع. وبعض السلف عدد باعتبار قضاء شهوة أو يرى أفضلية التعدد أو لغير ذلك من الاعتبارات، فالحكم مبني على الأفضلية من عدم ذلك. ولذلك جاء في تاريخ الإسلام أن حماد بن سلمة كما قال الذهبي تزوج 70 امرأة ولم يولد له وكان عقيما. وذكر أيضا في تاريخ الإسلام أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان قد تزوج 70 امرأة ويطلقهن، وقلما كان تفارقه 4 ضرائر، حتى قال بعضهم: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقال رجل: والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق. وابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر أن سويد بن غفلة تزوج بكرا وهو ابن 16 سنة، يعني وعمره 116 عاما تزوجها وهي بكر. وذكر البيهقي في السنن الكبرى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تزوج 70 أو 74 امرأة.